شيله مهداه من سعد بن سفر آل العبان البجادي الشهراني إلى العقيد سمير بن مزيد الحميداني المطيري. استوانا القصيدة لهذا وقته وحينه، والقصيدة اللي ما ينصح للفعايل ما نقوله. القصايد في معانيها الرفيعة والثمينة ما تليق إلا برجال مجمع تفعولة، ما تليق إلا برجال مجمع تفعولة. استهان القصيد اللي هذا وقته وحينه، والقصيد اللي ما ينصح للفعايل ما نقوله. القصايد في معانيها الغبينة قال سمى بشروته، وكل ما تطلب تنوله.